طيب هبه، انا عايز اسالك بقى عن، نخش على يعني شابتر السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت مرت ظروف صعبه على الفرقه طبعا، يمكن جمهور النادي الاهلي عنده تساؤلات، بيقول طبعا مجلس اداره فيه دعم وتواصل لفريق السله وبتاع الفريق، طبعا جمهور الاهلي متشوق للبطولات. السنه اللي فاتت مرينا بظروف صعبه، كان بيبقى عندنا 8 اصابات مره واحده، انت كنت منهم، كلمني هل الباد لك او الحظ السيء اللي قابلكم السنه اللي فاتت ده كان عامل مهم جدا ان النتائج ما تبقاش على قد ما جمهور النادي الاهلي عايزها؟ اه طبعا، يمكن كان هو العامل الاساسي اعتقد السنه اللي فاتت، يمكن اثر على مستوى الفريق قوي الفتره اللي كابتن اشرف كان ماسك فيها الفرقه، يمكن كان عنده سوء حظ رهيب. صح يعني صح رهيب. كان تقريبا انت كنت حاسين بده؟ اه طبعا، يعني كل ما لعيب كان بيرجع كان لعيب تاني بيقع. كان عندنا مشكله كمان طبعا زي ما حضرتك عارف، الارضيه بتاعت الصاله عندنا صعبه شويه. انا سمعت انها هتتغير ان شاء الله. بالظبط، فيعني ده اعتقد ان شاء الله لما تتغير الفتره الجايه هتفرق جدا. اه طبعا طبعا يعني. بس خلي بالك يا ايهاب، كان اصابات غريبه عندك، انت كسر المراخير ده يعني. لا انا كانت قصه تانية خالص، انا مراخيري اتكسرت مع المنتخب، رجعت صبعي اتكسر في ماتش الاتحاد السنه اللي فاتت، كانت صعبه. انت مش متهم، انت من يعني الناس بتقول عليك ان انت بتلعب لعب يعني مقاتل في الملعب، وبتضحي بكل غالي ونفيس في الملعب عشان تكسب، وده سبب اصابتك، ترد على الناس دي تقول لها ايه؟ هو اعتقد هي جزء من اللعبه، الاصابات جزء من كل الرياضات مش باسكت صحيح. بس يمكن باسكت ناس اخذه فكره عنها شويه ان هي مش فيزيكال، بس هي يعني فيزيكال جدا، وبالذات لما بتلعب ليفل عالي يعني الدوري المصري مع المنتخب، بطوله افريقيا، البطولات دي الفيزيكاليتي بتاعتها عاليه جدا، وانا يعني زي ما انت بتقول ما بعرفش العب اللي هو يعني على قد الماتش، او انزل العب واحده واحده، انا لا، يا اما العب هنا يا ما العبش خالص، يا اما انزلش. فانا وانس ان انا نزلت الملعب خلاص، ما يعني ما بقدرش اتحكم في نفسي، كره هنا هنزل اجيبها على الارض، هقع ارمي نفسي اتعور، مش فارق معايا ايا كان المنافس وايا كان الدقيقه الاولى ولا اخر دقيقه، هي دي طريقه لعبي من وانا صغير، ويعني كل المدربين نموا فيها الحته دي كمان، يعني عمر ما جه حد قال لي لا خلي بالك على نفسك العب بالراحه كده، لا دايما كل المدربين بتشجعني وبيحفزوني ان انا اكمل وازود كمان طريقه لعبي.